يا أيها البدر المسافر في الفلك هني بأن أرقى. هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان. هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان. هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان. هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان. وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لينا الأركان. وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني. في وجهها أمل وملء عيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني. نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني. في وجهها أمل وملء عيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني. نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني. هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان. هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان. وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لينا الأركان. وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني. يا رب فاملأ بالمحبة بيتنا والود والإخلاص والإيمان. നേർമൊഴി ജീവിതവഴിയിലെ പ്രമാണനാളം ഒരു ഓൺലൈൻ ഇസ്ലാമിക മതപഠന സംരംഭം.